بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض إن شاء الله موضوع الجريدز. عرفنا إزاي أعمل الجريد بتاعي بأشكال مختلفة وأغير الألوان بتاعهم، الألوان بتاعت كل جريد، وإزاي إيه هو القفل بتاعي، وإزاي أعمل إلبو، وإزاي أعمل إيه 3D، وإزاي أعمل البار بتاعي. لسه مقدرناش نغير دلوقتي، مقدرتش أتحكم في الإند بابل دي، مفيش عندي حاجة بتتحكم لي في الإند بابل هنا، مفيش حاجة بتقول لي نص فترة قد إيه، او لو عاوز اغير شكلها اغيره منين. لو انا جيت اتعلمت على اي جريد من دول وجيت بقول له edit grid، باجي ابص هنا مفيش حاجه هنا بتقول لي، هو هنا بيقول لي انت عندك البابل بتاعتك دي انواع الجريدز نفسه. طيب البابل نفسها دي اغيرها ازاي؟ باجي الاقي في حاجه هنا اسمها سيمبل، بيقول لي ان السيمبل بتاعك ده عباره عن ايه، حاجه اسمها m grid head، ودي عباره عن سيركل. باجي افتح هنا يا اما يبقى في سيركل او مفيش هيد اصلا. يبقى انا لو انا جيت دلوقتي عملت كاستمايز النوع اللي احنا كنا عاملينه دوبليكيت اهوت، وجيت قلت له هنا ان من غير هيد من غير بابل اهوت، وعامل له ان هو يعمل لي في التو اندز اهو، جيت قلت له اوكي. اجي اشوف الانواع اللي انا كنت عاملها، اجي ابص الاقي في ايه، مفيش البابل بتاعتي اللي موجوده. ليه؟ لان انا قلت له من غير بابل. لو انا جيت قلت له اهوت، قلت له ايه من غير بابل، ارجعها تاني سيركل. طيب لو انا عاوز اعمل شكل تاني غير الدايرة اللي موجودة، او عاوز اغير الدايرة اللي موجودة، اعمل ايه؟ باجي اعلم هنا، لو انا جيت قلت له edit type هنا، بيقول لي ان السيمبل بتاعك ده عبارة عن ايه، حاجة اسمها grid head دي عبارة عن family برضك. يبقى باجي اعمل ايه، باجي ممكن اقعد من open file open family بقى، واجي ادور دي رسالة اللي هي الاوتو سيف اللي احنا قلنا عليها، اوتو سيف ريمايندر. باجي افتح هنا، باجي ادور بيفتح لي هنا، بلاقيه فتح لي المكتبة هنا، اتأكد ان انا متريك، ودي من ضمن الفاميلي اللي هي الانوتيشن. مع كل فاميلي هنشرح هي ايه نوعها. فبنيجي نفتح الانوتيشن هنا، وباجي ادور على حاجة اسمها جريد هيد، فباجي الاقي جريد هيد سيركل، بلاقي جريد هيد هيكساجونال، والنو بابل اللي موجودين، والسكوير. فانا عندي السيركل وعندي البابل بتاعي، باجي هفتح مثلا الهكساجونال واقول له اوبن، مش هنعدل فيها دلوقتي لحد ما نشرح الفاميلي ونشرح ازاي نعدل فيها. انا عاوز بس الشكل ده يبقى معايا، فباجي مجرد ان انا فتحت الفاميلي هاجي ابص الاقي حتى شكل الريفت نفسه اختلف. ده دي حاجه اسمها الفاميلي اديتور، هاجي ابص الاقي حتى القوايم مختلفه. بعمل ايه عشان تبقى معايا في المشروع؟ باجي اضغط هنا بقول له لود انتو بروجكت، فبيقول لي انت فاتح هنا مشروعين، فبقول له حملها لي في البروجكت اللي هو رقم واحد ده. فباجي ابص بيقول لي اعمل اوفررايد للاكزيستنج لو انت كنت محملها قبل كده. انا كنت عامل مشروع قبل كده وكنت محملها معايا، فهو متحملها معايا. كنترول تاب بيتنقل ما بين الشاشات اللي موجوده. هرجع تاني اهوت، دي حملت في مشروع مش اللي انا كنت فاتحه، عاوز احملها في مشروع تاني، بقول له لود، مش في بروجكت 1 بقى، لا بروجكت 2، فبقول له اوكي. فابص الاقي ايه، حملها لي في بروجكت 2 اللي انا فيه. طب ما فيش حاجه اتغيرت، ما لانك انت ما قلتلوش غيرها. فباجي لو انا علمت على الجريد ده وجيت قلت له ايديت تايب، هاجي ابص ان هو تفتح هنا، هاجي ابص الاقي في الحاله دي ظهرت لي الهكساجونال اللي هي ما كانتش موجوده قبل كده، بقول له اوكي. باجي ابص الاقي غير لي شكل الاند بابل بتاعي بقى هكساجونال. لو انا عاوز اغير احط شكل تاني بنفس الكونسبت، بقول له اوبن فاميلي، وهفتح الانوتيشن، اتاكد ان انا في المتريك، وبعد كده هاجي اهوت جريد هيد. فين الجريد هيد؟ انا عاوز السكوير، فبقول له اوبن، مش هعدل فيها دلوقتي، كل اللي انا هعمله هو لود تو بروجكت. فين البروجكت بتاعي اللي هو بروجكت 2؟ هيبتدي يحملها لي. عاوز اغير بقى الشكل بتاعي يبقى بالشكل ده، هي كده بقت معايا في المشروع، لكن انا لسه ما استخدمتهاش. عشان استخدمها باجي اعلم على الجريد بتاعي، وباجي اعمل له ايديت، وباجي اقول له من هنا كده اعمل لي السكوير بتاعي، بقول له اوكي. فبص الاقي غير لي انت الشكل بتاعي بالشكل ده، ودي حاجة اسمها ايه، نستد فاميلي. هنشرح بعد كده لما نيجي نشرح الفاميلي، هنشرح يعني ايه فاميلي وايه سيستم فاميلي واللودابل فاميلي.
ويعني ايه تايب ويعني ايه انستانس والفرق ما بينهم. بس حاليا احنا بس عشان ايه نستخدمهم زي ما هما من غير ما نعمل فيهم ايديت. ولما اجي اخزن المشروع بتاعي واجي اقفل، لما اجي ارجع تاني للفاميلي، لما اجي اقفل الفاميلي وعملت اداني رساله سيف اقول له لا، عشان هو كده هيعدل لي في الفاميلي. في اي مشروع جديد في استخدمه في الريفت، لو انا كنت عدلت في الفاميلي دي هلاقيه تعدل معايا. فيفضل ان انا بتعامل مع الفاميلي اكون حذر جدا واعمل نسخه واسيب الاصل زي ما هو واتعامل معاه. كده انا قدرت اعمل ارسم جريدز بشكل معين واغير اللون بتاعه واغير الاند بابل بتاعي واغير شكل الالبو بتاعه في الاخر لو هما متقاربين مع بعض. لسه اخر حاجه اتحكم ازاي في طول الجريد وارسم جريد بطول معين. هنيجي من قائمه ستراكشر وهنلاقي فيه حاجه اسمها موديل لاين. موديل لاين ده خط عمل بستخدمه كخط عمل، برسم خط بالاشكال اللي موجوده دي، باجي ارسم خط العمل بتاعي. فيفضل انا عاوز ارسم الجريد بتاعي ده بطول ازيد من ابعد عن الخط ده 2 متر. هي دي المسافه اللي انا احط فيها الدايمنشن واحط فيها الجزء بتاعي الملاحظات بتاعتي. فباجي اعمل ايه؟ باجي بفضل ان انا بقوم عامل بيك وباجي اقول له ان الاوفست بتاعي ان هو 2 متر، هي دي المسافه اللي انا اعمل فيها الحدود بتاعتي. وعملت كده بيك، عمل لي خط عمل اهوت. واخرج باجي اعمل ديفاي او سكيب، باجي اضغط على الخط بتاعي العمل ده وباجي اقوم عامل الجريدز كليك عليها. بعد كده اقوم محركها، بعد كده انا ضمنت ان هما 2 متر. وبعد ما اخلص خط العمل ده ما عادش له لازمه بعلم عليه وبعمل له ديليت. باجي في الناحيه الثانيه نفس القصه، باجي اعمل موديل لاين وباجي اقول له بيك وباجي اديله مسافه الاوفست بتاعتي اقول له 2 متر، هي دي المسافه اللي انا هعمل فيها الدايمنشن بتاعي. وباجي اقوم عامل كليك على اي خط فيهم وببتدي اغير ابعادهم. كده انا ضمنت كده انا رسمت الجريد بتاعي بالطول اللي انا محتاجه بالظبط. اخر حاجه هنتكلم عليها بالنسبه للجريد، انا دلوقتي جيت رسمت الجريد بتاعي وجيت انا رسمت الجريد من 9 ل 10، دي المسافه ما بينهم 3 متر. انا رسمتها بالغلط 3 متر، هي مش المفروض 3، هي 2.5. مجرد ان انا باجي اعلم كليك على الجريد نفسه بيظهر لي طول هنا اسمه temporary dimension. لو انا جيت ضغطت على الطول ده كليك واحده وقمت كاتب الرقم الجديد اوتوماتيك بيحرك لي الجريد اللي انا كنت عامل عليه سيلكشن بالطول اللي انا عاوزه. لو انا جيت علمت على الجريد اللي في النص ده مثلا هيبقى الاقيه بيديني الايه الدايمنشن بتاعي ما بين التو جريدز اللي موجودين. لو انا جيت غيرت ده خليت ال 400 دي 500، فباجي الاقي ايه دي بقت 500 دي بقت 200. ليه؟ لان هو بيحرك لي الجريد. لو انا جيت علمت على ده بيبتدي غيرت الرقم ده قلت له ان ده 400 فبيبتدي يحرك لي الجريد بتاعي ده. بيحرك مين؟ الجريد اللي انا عامل عليه سيليكشن. انا عندي كده 3 جريد اهم، 1 2 3، مين اللي بيتحرك بيه؟ انا غيرت المسافه دي اللي انا عامل عليه سيليكشن. انا لو جيت عملت سيليكت ال 13 ده وجيت غيرت المسافة اللي هنا دي خليتها 250، الاتنين اليمين والشمال 12 و14 ثابتين، اللي اتحرك 13 لان هو ده اللي انا عامل عليه سلك. فكده ممكن ارسم الجريدز بتاعتي بأي مسافات واعدل المسافات ما بينهم بسهولة جدا. وكده نكون رسمنا الجريدز بتاعتنا بالاطوال اللي احنا محتاجينها بالاشكال اللي احنا محتاجينها. قدرت اعمل المسافة اللي انا احط فيها الدايمنشن بتاعتي. بعد كده هنتكلم ازاي نرسم الدايمنشن بتاعتي اللي موجودة وازاي ارسم الماسك بتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.